طب بعيدا عن البث، هروح لجزء اخر. بتسمعوا حضراتكم في اوروبا عن مبيعات قمصان الانديه ودخولها ضمن الصفقات والكلام الجميل الحلو ده اللي نفسنا نشوفه. طيب خلونا نبدا من صناعه قمصان الانديه على مستوى العالم، شكلها ايه الان؟ لان ده هيدخلنا الموضوع اهم بعد كده هتكلم معاكم فيه. نمو غير مسبوق في حجم، هو امام حضرتك، في حجم قطاع الملابس الرياضيه وفقا لفيو ريسيرش، سيبلغ حجم سوق الملابس الرياضيه كام بقى؟ 479 مليار دولار بحلول عام 2025. وفي مقابل ده وفقا لفوربس سجلت مبيعات القمصان المقلده كام بقى؟ ثلاث اضعاف. يعني ده بيعمل نص مليار 500 مليار، ده بيعمل 1.7 تريليون دولار زي ما حضراتكم شايفين في الجدول على الشاشه. بصوا على الارقام بس واعرفوا. ومن المتوقع بلوغ مبيعات القمصان المقلده اللي هي الحاجات اللي احنا بنقول عليها كوبي وهاي كوبي 2.8 تريليون دولار بنهاية 2022، السنة اللي أنا فيها دلوقتي، اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا مبيعات القمصان المقلدة سيؤثر بالسلب على 5.4 مليون وظيفة حول العالم. بلغ حجم سوق الملابس الرياضية 288.4 مليار يورو في عام 2020، ومن المتوقع نمو القطاع بمعدل 10% سنويا ليصل ل 500 مليار دولار زي ما قلت لحضراتكم في عام 2025. لكن يظل تحدي القمصان المقلدة التحدي الأبرز لمعدلات النمو المستقبلية. وبالمناسبة الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية للحفاظ على الملكية الفكرية أعتقد الأسبوع اللي فات، وهو ده اللي يهمنا دلوقتي. إن النادي الأهلي، لأنه خلي بال حضرتك النادي الأهلي لو باع قمصانه، هو نفسه النادي الأهلي لو باع قمصانه خلاص هو هيكسب مكاسب خرافية زي ما حضرتك شايف. فالتحدي اللي عندنا في مصر ده هو حماية الملكية الفكرية. وأنا بشكر الحكومة المصرية، مش أنا اللي أعلنت، ده دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هو اللي اعلن بنفسه من اسبوع او من اسبوعين اعتقد. وده اللي بيسعى ليه النادي الاهلي من كام سنه بقى؟ من 20 سنه، اللي هو تسجيل شعار النادي الاهلي بشكل رسمي كمنتج تجاري وعلامه تجاريه وحاجات. طيب يعني كفايه الارقام اللي اتذكرت علشان ما اقولش ارقام اكتر من كده. ولكن تخيل حضرتك ان النادي الاهلي بيبيع التيشيرتات بتاعته تخيل الرقم اللي بيحصل في اوروبا 500 مليار يورو، انا اسف 500 مليار يورو ده القمصان بتاعت الانديه الاصليه، اما الغير الاصليه بيتباع 1.7 تريليون يورو. فلازم يجب ان يتم مواجهتها، ده اسمه اقتصاد غير رسمي في علم الاقتصاد. فتخيل لو النادي الاهلي بقى الدولة الحكومة أطلقت هذه الاستراتيجية الملكية الفكرية، والنادي الأهلي نفس الكلام عايز بقى يحافظ على الملكية الفكرية، يبقى مثلا لو بيبيع ب 100 جنيه النادي الأهلي هيبيع ما أنتوا عارفين بقى 70 80 مليون أهلاوي هيشتروا تيشيرت. إن شاء الله هي دي المشكلة، وإن شاء الله هيكون لها حل مستقبلي بعد هذه الاستراتيجية لحماية عوائد كل الأندية بقى. النادي الأهلي هيعمل كده، نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، بقية الأندية هتعمل كده، الأندية الجماهيرية الكبيرة اللي تقدر من خلال التيشيرتات بتاعتها تجيب فلوس تصرف على ناديها.